بديت هاد الرياضه هادي اللي سميتها ستريت ورك اوت، بديتها في 2017، في الاواخر ديال 2017 صافي، وبقينا شادين الحمد لله حتى لهاد الوقت هادي، واخا كاينين شي عوائق. اصلا هاد السبور هذا فاش دخل المغرب بدا في اواخر 2015، فاش بدا في اواخر 2015 فاش جيت انا لقيت شي دراري كيترينيو فهمتيني، وتاثرت انا بهاد السبور هذا وعجبني، حيت اصلا انا في شحال هادي كنت كنتريني الباركور وكنت كنتريني فليب، وهاد السبور هذا قريب شويه للجيمناستيك فهمتيني، صافي وجا داك الحب من ديك الساعه صافي، وبديت كنتنا هذا السبور هذا. والعوائق اللي لقيت من بينهم من كرياضي بادي من 2017 لدابا، لقيت عوائق ما لقيتش فاش نترينيو في هذه المسيره ديالي من 2017 حتى 2021 2022، قطعت فيها تقريبا شي عام ونص الغياب المرافق الرياضيه فاش نترينيو، لدرجه ان اكادير كامله ما بقات فيها حتى شي بار. هادشي كنقدوها بيناتنا وكنديرو كل واحد كيجيب شويه 20 درهم 30 درهم، راك عارف هادشي راه ما يزاقيش فهمتيني في اي لحظه. شحال من مره انني طحت بها لبرا وتهرست بها، الله اللي كيحفظو صافي فهمتيني. المهم كنديرو شويه للواحد، كنديرو شي 20 درهم 30 درهم للواحد، حتى الدراري كيقراو فهمتيني، حتى شي واحد ما خدامها مني وجبد، حتى شي واحد ما خدامها كنحيدو من الحاجات الضروريه ديالنا، كنجيبو فلوس وصافي، كنطلعو لافيراي، كنجيبو الحديد تما صافي، كيتعامل معنا شي حدا يدي تا هو فهمتيني. دابا الابطال كاينين ولكن ما كاينش دي كومبيتيسيون في المغرب، لدرجه ان اول كومبيتيسيون واخر كومبيتيسيون درت في اكادير في 2014 واقيلا مع 2015 صافي، حيت كانت اصلا واحد الجمعيه تما هي اللي نظمتها، وجاو دي سبونسور صافي، ديك الجمعيه صافي حبسات صافي، من ديك الساعه ما بقى حتى شي كومبيتيسيون. وكيكونوا دي كومبيتيسيون على برا، مثلا في 2019 درت بطوله في دبي، وهذا العام اللي درت بطوله في روسيا، ولكن راه تري كيما قلت لك راه محاربينها باش يقادوا برا، محساك تقطع البي ديالك سميتو، راه البي من هنا لروسيا عطي شحال دايره شي مليون وشي حاجه فهمتيني، ما خاصنا ضروري شي سبونسور فهمتيني. واحد الدري معنا كيترين معنا هنا، دار اول ريكورد في العالم، قصر ديك الدوره اللي كنديروا في البارا 360 قصرها 19 مره، لحد قصرها في 2019، لحد الان عمر شي اتليت في العالم ما دارش هذاك الريكورد، طبعا ما قصر ذاك الريكورد، والحمد لله هو من بين الاوائل اللي قصروا شحال من لعبه جديده في المغرب، هو اول واحد قصرها. المهم هاد الرياضه هادي من صغري وانا تنعشقها، كنشوف الدراري كبار تيبدا، انا كنت في صغري كنقول مستحيل انني ندير هاد الحركات، ومن بعد تعرفت على شي دراري مزيانين كبار هكا تيعلمون البراتيك ديال اللعبه، وكنمشي كنشاهد فيديوهات في يوتيوب ولا المهم عامة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرفت على ناس مزيانين زعما في هذا الدومين هذا، واخا كاينين العوائق ومشاكل عندنا في مدينة انزكان، وما كاينش لي موتيفيك هكا، خصنا بلاصة فين ترينيو، مسؤولين فهمتي يجيو لنا شوية الماتريال فهمتي مزيانين وحاجة، ماشي تجي تريسك في الرملة نيشان، تقدر تجي على عنقك ولا شي تشنج عضلي ولا شي حاجة. بحال اش الماتريال اللي خاصكم؟ بحال شي بونج ولا لاصالات ولا فهمتي، ها القبصه راه الدراري اللي كيتفرضوا ولا الباف مثلا ولا هاد الكره هادي ولا خنا شي فين ترينيو بعدا فهمتي، كنمشيو نديروها عاون الفرقه ولا داكشي، ولا كاين شي وحدي شي ناس يجيو يتعاونوا معنا وصافي. من هنا لقدام ان شاء الله بغيتو تحترفوا في هاد الرياضه، بغيت تكملوا فيها، بغيت توليو ابطال ان شاء الله، علاش لا، غير خصنا غير هو خصنا فين نبدا نخدمو فهمتي، كاين هنا مشاكل هنا بحال الحجار والرمله ما مساعداش، كاين شي حركات مريسكين، وان شاء الله عندي واحد البطوله وطنيه ان شاء الله، ما ربحت في توشت بالمرتبه الاولى في البطوله الجهويه، ودابا راه عندي الوطنيه في مراكش شهر 6 ان شاء الله. البطوله ديالك؟ البطوله ديال الجيمباز المدرسيه. وكنتي كتريني غير هنا؟ ها كنت نترينا انا ولا في الغابه، ما كاينش زعما شي بلايص ولا شي حاجه. كان الوالد تعلمني هكا حركات، من ديك الساعه وانا بقيت غادي هكا، ولكن ما تلاقيناش شي حاجه، الكازون ترينو في الرمله بحال هكا، وكاين الحجر وهداك الشيء، ما كايناش شي حاجه شي لاصالات زعما، كندخلوا لاصالات تاع تيكواندو ولكن ما تيقبلوش لينا هذاك الشيء اللي كنديرو.
واخا واش هاد الرياضه مثلا كديروها غير بحال هكا باش تعمروا وقتكم ولا كتوجدوا شي؟ لا لا كنوجدوا ان شاء الله من هنا لقدام شي حاجه مثلا شي بطوله بحال كنا دوزنا انا والياس شي واحد المهرجان كان فين في طراست وخدينا فيه شي شواهد ديال الجيمباز. اي الجيمباز وداك الاكروبالت وداكشي. ملي كنتريو في حجر في الشجره ديال اي جرده بانت لينا كنمشيو بعض المرات كنكونو كنترينيو كيجي شي واحد كيجي عليك كيقول لك حيد من هاد البلاصه ما خصكش تريني فيها بلاصه عموميه كيقول لك لا ما خصكش تريني فيها كديرون جيني كدير الصداع كدير كدير كنطلعو لشي بلاصه مع مع الرياضه خصك تطلع لشي خصك تطلع للصوحه خصك تطلع لشي بلايص اللي عاليين كتطلع لشي بلاصه كيجرو عليك كيقول لك بغيت تشفر كدير شي حاجه كيجي البوليس كيدير لك شي حاجه بزاف ديال الحوايج. كاين دراري بزاف كانوا كيتريو معنا كيمشاو لبرا دابا راه خدامين في السيرك خدامين في فوطيلات خدامين دابا نيت كاين دراري معنا خدامين في فوطيلات في اكادير كيدور عروض تاع السلك وداك الشيء وكاين وتعلموا هنا بداو معنا بهذا الشيء كنترينيو كاع بزاف في ديك الغابه تاع تغارت ديك الهبطه اللي كاينه تما هي فاش كنترينيو بزاف كنحطوا هاد البالونه ولا كنحطوا خناشي كنبقاو نترينيو ديك الاغلبيه ديالنا كيقراو كلشي كيقرا وكاين اللي خارج من القرايه كاين اللي كيخدم كل واحد وكيفاش كاين بزاف ديال الدراري كانوا كيترينيو معنا شافوا هاد الشيء ما وصلهم في حتى شي حاجه ومشاو تبلاو وكاين اللي كانوا مبليين وجاو ترينوا هاد الرياضه ومبقاوش مبليين. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.